بإذن الله، ولكن ربنا إن شاء الله بإذن الله ييسر الأمور. سيادة المستشار مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا سيادة المستشار، أخبار حضرتك إيه؟ ازيك يا أستاذ سيف؟ الحمد لله تمام، الحمد لله بفضل الله، الحمد لله. مبروك مقدما. والله رحلة جميلة يا أستاذ سيف، الحمد لله. شايفك من امبارح مبسوط وفي الفيديو مستمتع يعني. صحبة جميلة، يمكن لما اكون معاك يعني المهندس هاني بريده، ومعاك هاني زاده واسماعيل يوسف، وكان محمود معروف واحمد دينير وثروت سويلم، لا مجموعه بصراحه يعني رحله جميله، بس ربنا يتقبل يعني الحمد لله، ويبقى زي ما بيقولوا كده حج مبرور ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. سياده المستشار، الحجه الاولى انا سمعت في الفيديو حضرتك بتقول امبارح انا اول مره. يعني انا امبارح بسالهم لقيت نفسي انا في كي جي 1. قال لك 7 مرات ولا حاجه، 14 مره. اه والله، فانا بص، بس انا يعني زي ما قلت امبارح في الفيديو كلكم شفتوه، انا مندهش والله يا سيف بجد. يعني شوف، انا كان بيجي لي احيانا بعض الرسائل من ولاد بيتجاوز، يعني عشان مش عايز اغلط خلاص، فكنت اطلب اللي بيتجاوز ده وما اسيبش اي حد يعني ما اسيبوش. دلوقتي هبوظ حجه عشان واحد تافه. خلاص حجه، انا والله بقول طب الناس اللي بترجع من الحج دي وتتاجر في المخدرات او بتردشي او بتسرق او بتشرب خمره، هي انت فاكرها رحله في لندن؟ لا، هي مش رحله في لندن، ده فرض من فروض الاسلام، من اركان الاسلام، وربنا سبحانه وتعالى مديلك ميزه هديه، انك انت كانك بتتولد من اول وجديد، يعني اذا كل اخطائك بتتلاقي وبتتلاقي. الحمد لله، يعني الحمد لله بفضل الله انا عمري ما زنيت ولا سكرت طبعا كتير عن حياتي، ويعني ولا بشرب خمره، لكن احيانا الواحد بقى بيبقى عصبي وينفعل، حتى دي خلاص الواحد يعني خلاص يقول اللي بيغلط فينا نقول له ربنا يسامحك وربنا يهديك، لاني مش هبوظ الحج عشان حد. يعني ده اعتراف ضمني من حضرتك ان هناك مرتضى منصور جديد بعد الحج. يا ربنا سبحانه وتعالى بقى اللي بيعمل ده، مش انا ده، بس النيه موجوده يا فندم. شوف، انا كل سنه طبعا، بس دي مناسبه طبعا لازم اشكر استاذ كتير احمد قطان سفير المملكه في مصر، انه بصراحه بعت مجموعه من التاشيرات لينا استاذ جمالك، ثم طلبت منه مجموعه دي التاشيرات لزملائنا النواب واثارهم في مجلس النواب، بعد عشان في بعض احد الاخوه النواب بيقول ان هو بعت لمجلس، هو ما بعتش مجلس النواب، لا دي كانت هديه منه المرتضى منصور، وانا اللي وزعتها على زملائنا الحمد لله. طبعا مش عايز اقول لك الشعب السعودي هنا اللي قابلنا ازاي، حاجه راقيه ومحترمه جدا 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 جدا. انا مش حاسس، اولا انت بتكلمني وانا سايق عربيه صديق سعودي اخ عبد الله الصيح، واخد بالك، معايا رخصه دوليه وسايق، انا كاني بالظبط في مصر. احترام السعوديين للمصريين، بيتعاملوا بمثال ادب الاحترام مثال حضرتك. فان شاء الله باذن الله، باذن الله احنا بكره الصبح باذن الله او الفجر طالعين على المطار، هناخد السياره عشان نوصل جده، ومن جده هناخد العربيات عشان نوصل ان شاء الله مكه المكرمه. عايز اقول لك بقى، هنا طبعا معايا تامر امين، معانا كل اصحابنا هنا، فكره واخد بالك، كل الناس اللي انت بتحبهم تلاقيهم موجودين هنا، موجودين معانا، وطبعا عمرو الليثي، اخويا عمرو الليثي. فبقول الصحبه الجميله دي الحمد لله، بقول ده لكل بني ادم بيفكر يحج، انت مش رايح لندن، ربنا قال ما تضمنش عمرك، انا بقول لك متاكده انك انت اتولدت من اول وجديد، فمن فضل حضرتك ربنا اللي اداك كرمك بهذه الحجه احترمها، واحترم انك انت اتولدت من جديد. فانا الحمد لله بفضل الله، الحمد لله بقول الحمد لله جت في الوقت المناسب، عشان بشكر ربنا انه اداني هذه الهديه، ثم بشكر الاستاذ السفير احمد قطان اللي شجعني معاك الفيز، واشكر بقى اسرتي بقى احمد وامير واميره وزوجتي، ان هم دفعه كده لا لازم تحدد ده الوقت المناسب، وانت عشان المناسك تقدر تاديها، وانت الحمد لله يعني انت عارف ان انا بمشي كويس يعني الحمد لله بفضل الله. ربنا يديك الصحه يا فندم. بشكر ربنا، وبقول يعني دي مناسبه بقى عشان نتكلم في الجزء الرياضي. زمان دلوقتي يا استاذ كيف عاملين 5000، خدنا 5000 استماره من الجماهير العاديه، خلي بالك من الجماهير العاديه، كل يوم بيجي النادي من 300 400 ولد
شباب محترم. عايز حضرتك برضو يا فندم، معلش عايز حضرتك، انا في ناس كتير جدا بتقابلني في الشارع وبتسالني بمنتهى الصراحه، بتقولي الاستمارات اللي عاملها نادي الزمالك عشان الناس تاخد بياناتنا ويبقى عندهم بياناتنا فبعد كده هيمسكونا، ولا ده فعلا علشان بس نحضر الماتشات والامور تبقى كويسه؟ فقلت لهم لا طبعا، عشان تحضر الماتشات والامور تبقى كويسه. فواضح ان في يعني ناس بتفهم كده وناس بتفهم كده، فعايز بس حضرتك تشرح للناس ايه موضوع الاستماره والبيانات. يعني انا الافضل ان انا ما ادخلهمش بقى، انا عاوز بياناتهم ليه من الحكومه؟ ما ادخلهمش. شوف النظام اللي احنا عملناه، كان الاستاذ وزير الشباب والرياضه النهارده بيكلمني بعد صلاه الجمعه عشان يعني يعرف وصلنا ايه للتجربه دي. التجربه دي لو نجحت هتعمل، انا كل يوم بقول لحضرتك 300 400 شاب بيجي، لو هو اقل من سن، لو هو اقل من السن بتاع بطاقه الرقم القومي بيجيب صوره بطاقه والده وشهادة ميلاد، تمام؟ يبقى استمارة بخط ايده، اسمه وعنوانه تليفونه ومهنته وطالب فين، ويسيبها لي باربع صور. ان شاء الله باذن الله بدون ما اقطع في امر الله يوم بكره او بعد بالكثير هنبتدي نسلمهم كارنيهاتهم. كل واحد يبقى معاه كارنيه عليه صورته، بالك مكتوب عليها. انا ممكن حتى ابعت لك الشكل اللي اتعمل. يا ريت يا فندم. دلوقتي على الواتساب. يبقى مكتوب ورا ان هو ملتزم نمرة واحد، ده عقد بينه وبينه. هو ملتزم رقم واحد بانه موافق على تفتيشه في اي وقت يطلب منه. اثنين، منع وجود او القاء اي شماريخ او مواد ملتهبه او حجاره او زجاجات، واخد بالك؟ ده ممنوع منع بس عشان ده عارف هو ايه، ده حقه وده واجب عليه، تمام؟ نمرة ثلاثة ان هو ممنوع ان هو اللي طبعا ليه تشجيع المثالي لفريق، ممنوع انه يعتدي على اي عناصر عنصر عناصر اللعبه سواء القول او الحضاره، وتعرف طبعا عناصر اللعبه الحكم والفريق المنافس والاداريين والمدربين، تمام؟ في النهايه بقول له من فضلك حضرتك انت رايح تشجع، ممنوع التعرض لاي مؤسسه من مؤسسات الدوله بالسب او بالاهانه، وتفضل خش بقى شجع اللي انت عايز تشجعه. عمل كده ده فوق دماغه. ما عملش كده، في كاميرات دلوقتي موجوده، وبعدين بالكارنيه ده اللي معاه هيقدر يشتري التذكره. محدش هيشتري تذكره الا اللي كان معاه الكارنيه. في طبعا ناس من اسكندريه، من ناس من اسوان، ناس من السويس، من المنصوره، واخد بالك، من مصر، من الاسماعيلي، من بورسعيد، عايزين يشتروا زملكاويه. تمام؟ احنا هنوزع الاستمارات دي. التجربه الثانيه هتبقى في الاكاديميات بتاع الزمالك في الاماكن دي. كل واحد مسؤول عن الاكاديميه هنبعت له مجموعه من الاستمارات، هيعمل الاستماره هتجيلنا، موقع تستاهل لها الفرد جمهور ويوقعها قدامه ويبعت لها الاستماره، هنبعت له الكارنيه، واخد بال حضرتك، برقم الكارنيه، بيبقى الكارنيه مكتوب فيه الاسم والعنوان والمهنه والرقم الخاص وصورته. مفيش بني ادم هيخش ماتش الا اذا اشترى تذكره بالكارنيه دون، عشان حضرتك تشتري تذكره تشتري بره اي مكان، خلاص قصه ان انا اخدك من نادي بتوستات دي خلاص قصه منتهيه، لان احيانا بيبقى هو ساكن جنب المكان. تمام؟ فحضرتك بالكارنيه دون يشتري التذكره من اي منفذ اللي حدده، ياخد تذكرته وياخد كارنيه ويروح الماتش. في بوابه، هو داخل البوابه يطلع الكارنيه ويطلع التذكره هيفتش. تمام التمام، لا معاه شمروخ ولا معاه الكلام الفارغ دون، هيخش يشجع زي ما هو عايز. لكن لو عمل اي حاجه مخالفه من العقد اللي بينه وبينه اللي هو على دار الاستماره وعلى دار الكارنيه، هيحرم من حضور اي مباراه. لكن انا مش هحرم الالاف المؤلفه من جماهير الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري واسكندريه عشان هنا في 5000 و4000، دول ملايين ملايين صح بتشجع الانديه دي. ده النظام ده ان شاء الله هنبتدي نطبقه في ماتش الوداد باذن الله. نجح مع السيد وزير الداخليه، مع السيد وزير الشباب، مع السيد طبعا رئيس الوزراء، مع القيادات الامنيه، مع رئيس اتحاد الكوره، مع لجنه الانديه، هنعممه على كل الانديه وترجع جماهيرنا شكل الحضاري المحترم اللي اتشرف. هو سؤال، هو حضرتك داخل، انا اسف، بتتبول على العسكري الوقت النهار عشان يامنك، ولا داخل عشان تشجع فريقك؟ انت داخل عشان صالح سليم او مرتضى منصور، ولا داخل عشان تشجع عماد متعب او تشجع مثلا ايمن حفني؟ قول لي. لو انت داخل عشان تشتم، روح اي خرابه اقعد استعمله اعمله، اقعد اقفل على نفسك التواليت بتاعك وقول اللي انت عايز تقوله. انما انا بقول الملاعب مقدسه بالظبط، فيها شيء حضاري محترم، اللي هيلتزم بدون في اي وقت هيخش.
اني مش هلتزم بده، وهيعدي اول مره وهنبص نلاقيه بقى ابتدى يشتم حكم او ضرب حكم بطوله او شتم فريق او شتم فريقه او شتم جيشه او شتم سلطته او قل ادبه، لا حضرتك لازم حاجه عليها ثاني، ودي هتبقى القائمه السوداء مش هيخش ثاني. انا بتمنى من الشباب، طب احنا واخدين الاستمارات دي بقى لنا 4 ايام 5 ايام، هل حد من الشرطه راح لحد من الدخول في الاربع خمس ايام دول؟ فاحنا معانا بياناتهم وديناهم للشركه اللي بتطبع البطاقات. لو احنا عندنا النيه واخد بالك كان زمان الشرطه بقى ابتدت تتحرى على الناس دي. فانا بقول للولاد اللي هم بيقودوا البلطجه من فضلكم ابعدوا عن الجماهير المحترمه. وانا ما عنديش دلوقتي وقت نايت واصغر، انا عندي جمهور زمالك، حضرتك هتلتزم بالاستماره اللي انت مضيتها، وهتلتزم باللي مكتوب على ظهر الكارنيه وعلى فوق دماغي. قول لي انا جمهور زمالك هشيلك فوق دماغي، هتقول لي انا وايت رايت، هتقول لي انا مش عارف ايه ركاب، وهتقول لي الكلام ده، اقول لك لن يسمح ليك انك تقول غير انك انت حتى هتلاقي الكارنيه مكتوب محبي نادي الزمالك، وطبعا هيبقى في محبي النادي الاهلي والاسماعيلي وهكذا، تمام؟ ده الجزء الاولاني، الجزء الثاني وده مهم جدا بالنسبه لاشقائنا في المغرب الشقيق، من خلالك يا استاذ كيف انا طبعا بتربطني علاقه صداقه بالسيد سفير المغرب لا جاز السفير الجزائري التونسي، وانت طبعا بتابع محور دين وعند النادي اللي بنلعب بين جوبونج، يعني في علاقات محترمه بين بعض. بقول اي عدد من الاخوه المغاربه اللي موجودين في مصر، لان ممكن يكون في المغرب موجود في مصر بس ما بيشجعش الولاد لكن بيشجع نادي بلده، تمام؟ بقول للسيد السفير اي عدد هتطلبوا استفاره ايا كان هذا العدد لاهلنا واصدقائنا واشقائنا المغاربه الموجودين في القاهره هبعتهم لك. اي عدد جاي من هناك من المغرب الشقيق بيشجع بقى نادي الوداد وجاي برفقه الفريق فوق دماغنا ضيوف اعزاء، لن يسمح فقط باللي لم يسمح به في المغرب اللي هو انت عارف جلاله الملك في المغرب منع الالتر استهلاك منع بتم، منعه بقانون واخد بالك، واحنا مانعينه هنا بحظر الحكم محكمه. عايز اقول ان دول اهلنا واشقائنا اهلا بيهم في مصر، انا ان شاء الله راجع في امر الله باذن الله دون مقاطعه يوم الاربعاء بامر الله، وانا بعد ما اخلص يا اسماعيل يوسف معايا هكلمك، فاجينا يوم الاربعاء باذن الله مرتبين كل حاجه، مرتبين الدعاوي، مرتبين التذاكر، مرتبين دعايه التذاكر، وان شاء الله باذن الله انا اتمنى فريقي يكسب مكسب محترم هنا، ودي رياضه فيها مكسب وخساره. انا اعتبر المباراه شوطين، الشوط الاول في القاهره، الشوط الثاني في الرباط او في الدار البيضاء او في اي بلد مغربيه ما عندناش مشكله، اللي هيكسب هنقول له مبروك، اللي ربنا ما يرفعوش هنقول له معلش يا فندم انا ليا استفسار عند حضرتك كمرتضى منصور النائب، امتى يا فندم ممكن نشوف الاهلي والزمالك بيلعبوا في استاد القاهره؟ امتى استاد القاهره اللي بملايين والصرح الكبير ده كله يفضل مقفول كده؟ شوف انا بقول لك باذن الله لو نجحت التجربه، انت عارف اخر ماتش في الدور الاولاني هو الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، تمام؟ لما نلقي هذه الشوائب سواء في الاهلي او في الزمالك، يعني ايه تروح تضرب عماد متعب؟ يعني ايه تروح تضرب شبروخ على عمرو جمال؟ يعني ايه تضرب تجري ورا احمد فتحي؟ يعني ايه تجري ورا ايمن حفني؟ يعني ايه تجري دي او بس تشتمه؟ يعني ايه تشتم فريقك في طول قبل ما يبدا الماتش؟ يعني ايه تشتم فريقك وهو كسبان واخد بطوله؟ لما ننقي ان شاء الله الملاعب من هذه الشوائب انا باكد لك ان الدور الاولاني باذن الله بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي بامر الله هيبقى فيه مش اقل في استاد القاهره من 80,000 ما بين مشجع اهلاوي وزمالكاوي او زمالكاوي واهلاوي ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق يا فندم. عايز اديك اسماعيل يوسف اهو برضه اكلمه يا فندم. الو كابتن اسماعيل، ازيك يا سيدي؟ ازيك حياتك عامل ايه؟ وحشني والف مبروك مقدما. الله يبارك فيك في حياتي ليك ولكل اللي معاك في الاستوديو حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ وكله تمام الحمد لله، وان شاء الله باذن الله كده ربنا يوفق بكره وييسر الامور. يا رب ان شاء الله باذن الله الحمد لله. طبعاً احنا يعني كتير الحمد لله استعداداتها الحمد لله كويسين، لعبوا مباراتين مع الداخليه ومع وادي دجله النهارده، الحمد لله الامور ماشيه كويس الحمد لله. انت دلوقتي حضرتك هناك بقى مناسك حج ومعاك المستشار مرتضى منصور والمهندس ثاني ابو ريده والعميد ثروت سويلم والناس هناك كلها برضو ممكن يعني ايهاب لهيطه ومحمد ابو الوفا. محمد ابو الوفا ده محمد امبارح كانت قاعده كانت نقطات والله كده. ما هي قدامنا الفيديو الحقيقه، الفيديو قدامنا اللي انتوا عملتوه امبارح حاجه سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام، حاجه جميله الحقيقه الحمد لله. هل الحديث ديني بس يا كابتن اسماعيل ولا ممكن يبقى فيه انتقالات في شؤون لاعبين ولا مفيش الحاجات دي هناك؟ لا لا كله في اطار
الدين يعني، واتكلمنا في حاجات كتير جدا يعني. كان معانا كمان الفنان احمد دبير موجود، شايفه على الشاشه قدامي يعني، وكابتن محمود معروف، صحبه جميله جدا. وفوجئت طبعا باعداد الحجج يعني، 7 حجات 8 حجات 12 حجه. انت اول حجه كابتن اسماعيل؟ لا، الثانيه الحمد لله. ربنا يكرمك يا كابتن، ان شاء الله يوفق الفريق. ودعواتنا ليك ودعواتنا للفريق ان شاء الله في الماتش اللي جاي، مصر كلها مع الزمالك ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله خير، مستشار مع حضرتك على الكلام. اتمنى لك كل التوفيق يا كابتن. ربنا ان شاء الله يوفق باذن الله. انت بتسمع الاسماعيل؟ طبعا كان في يعني دليل ان الواحد حضرتك دلوقتي يا فندم، دلوقتي مصر كلها ليها تساؤل عايزين اجابته. كل الناس اللي بتحج لابسه جلاليب، حضرتك ليه لابس قميص وبنطلون؟ لا، عشان احنا لسه ما ابتديناش الحج. الحج بكره ان شاء الله هنلبس اللبس بتاعنا اللي هو بتاع الحج. وان شاء الله ونبتدي نتحرك 6 الصبح. فدول كلهم لابسين كده يعني، اللي عايز يلبس بدله بنطلون عادي جلابيه. لكن انا عايز اقول لك ان مجدي عبد الغني كلمني امبارح، انا فوجئت بيقول لي ايه، انا هوقف القيد بتاع الزمالك. قلت له ايه يا مجدي؟ مش عارف فلوس ايه للزمالك كده. قالوا لي ان انا في الحج الحمد لله وربنا فعلا هداني، كنت قلت له كلام تاني خالص. فانا ابو رشيد لما عرف قال لي يعني انت، قلت له والله العظيم يعني انا كنت ايه يعني، لكن خلاص ربنا هداني يعني. هقول له بقى كلام كتير بقى يعني بيوجع، لكن الحمد لله. لكن انا بس عايز اقول حاجه، انه انا متابع هنا بفضل الله. طبعا مش عايز اقول لك كم التفصيل اللي بتصوره مع السعوديين والمصريين بفضل الله، وده محبه من عند ربنا الحمد لله. الحمد لله. لكن انا زعلان من حاجه يا سيدي. اتفضل يا فندم. انا كان في مكان في نادي الزمالك للاسف الشديد، المكان ده كان فيه قمار وكان فيه خمار في فتره من الفترات. تمام. المكان ده انا عملته مسجد على مساحه 300 متر الحمد لله. انا شايف تريقه وملبسين عمه ومش عارف، بقول للناس المصلين مش عارف يا ابني ايه، عايز اقول لهم اتقوا ربنا. عيب هو اللي بيعمل يعني بيت من بيوت ربنا عشان الناس تصلي فيه وتعبد ربنا يتريق عليه؟ لا طبعا. جيت احج، الاف بيحجوا كل سنه من كل دول العالم، برضه نفس القصه، فيديو والشيطان مش عارف يعمل ايه في الشيطان ده. انا عايز اقول لهم اتقوا ربنا. ربنا يسامحهم، ربنا يسامحهم يا ريس. والله عايز اقول اتقوا ربنا، اتقوا ربنا الاول. مش عادي، ما فيهاش هزار، ما فيهاش تريقه. واخد بال حضرتك؟ وبعدين ما تستغلش فرصه ده ان انا خلاص ربنا هداني، مش عارف ارد وتضغط عليا اكتر من كده. لكن انا الحمد لله مكمل، ربنا يسامحهم زي ما تقول ويهديهم ويهدي اللي هيجوا لك ان شاء الله دلوقتي في الاستوديو، يبتدوا يحللوا ان شاء الله. ربنا يهدي الاربعه اللي جاي لك ان شاء الله يسلمنا عليهم ان شاء الله يا فندم. وبشكرك يا فندم شكرا جزيلا، ومبروك مقدما ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كابتن اسماعيل يوسف مدير الكره بنادي الزمالك من السعوديه، وقبل موسم الحج يعني.